بسم الله الرحمن الرحيم. امتحان 2017 دور أول. ماذا نعني بأن القوة الدفع المستحسة في ملف عندما تتغير فيه بمعدل 1 أمبير؟ أو كده، بما أن معدل تغير التيار بالنسبة للزمن فتتولد قوة دفع مقدارها 1/10 فولت، يبقى نقدر نقول ان معامل حس الذاتي بيساوي 1/10 هنري، لان تعريف معامل حس الذاتي هو القوة الدفع عند تغير التيار معدل 1 أمبير لكل 1 ثانية. فلكي يتساوى الطرفين، إذا تولدت قوة دفعة 1/10 فولت لازم يكون معامل حس الذاتي 1/10. يعني يبقى الإجابة، إجابة السؤال الأول أي أن معامل الحس الذاتي 1/10 هنري. السؤال الثاني، ماذا نعني بقولنا أن النسبة بين القدرة الناتجة في الملف الثانوي إلى القدرة الملف الابتدائي 80%، أي أن كفاءة المحول 80%، أي أن كفاءة المحول 80%، لأن تعريف الكفاءة هو النسبة بين قدرة الثانوي على قدرة الابتدائي. السؤال بعده، أعرف حاجز جهد السطح. نعرفين إن النواة موجبة والإلكترونات تدور حول النواة، فالسؤال لماذا لا يهرب الإلكترون الخارجي؟ لم يهرب لوجود قوة جذب الإلكترون للداخل وتمنع تحرره. يبقى لما نيجي نعرف جهد الحاجز هنقول هو إيه؟ جهد الحاجز هي قوة جذب الإلكترون للداخل وتمنع تحرره. السؤال الثاني، أعرف منحنى بلانك. طبعا فشلت الفيزياء الكلاسيكية حيث أنها كانت تنص على أن العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي علاقة عكسية، ولكن منحنى بلانك بيوضح العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي. واستخدم بلانك، يبقى لما نيجي نعرف التعريف هو يوضح العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي، حيث إنما استخدم أشعة الشمس، الأشعة صدم الشمس، كانت حرارة الشمس 6000 درجة كلفانية، فكان هذا المنحنى لما كانت حرارة الشمس 6000 درجة كلفانية. لما عمل نفس التجربة لمصباح ذو الفتيلة أو 3000 درجة كلفانية كان شكل المنحنى بهذا الشكل. 3000 درجة كلفانية للمصباح ذو الفتيلة، وعند استخدام أشعة صدر من الأرض اللي هو 300 كلفن بهذا الشكل، 300 كلفن للأرض. إذن لما نيجي نعرف منحنى بلانك بيوضح العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي، والتفسير بيوضح لنا إن كل درجة حرارة لها طول موجي ماكسيمم، وليكن هنا أشعة الشمس كانت 0.5 مايكرو، المصباح ذو الفتيلة كانت 1 مايكرو، ولذلك هنا يبقى الطول الموجي هنا 10 مايكرو. إذن الطول الموجي الصادر من الأرض لا يمكن مشاهده لأنه يقع في المنطقة تحت الحمراء ذات الأطول الموجية العالية. السؤال بعد كده، أذكر عاملا واحدا يمكنه زيادة المقاومة الكهربية لسلك النحاس عند درجة حرارة معينة. طبعا عوامل كثيرة جدا المقاومة، نكتب القانون بما أن المقاومة بتساوي المقاومة النوعية في الطول المساحة.
إذا ممكن نقول أحد العوامل الطول طردي، كلما زاد الطول زاد المقاومة. المساحة عكسي، كلما زادت المساحة قلت المقاومة، ويتوقف على نوع المادة. السؤال الثاني، اذكر عاملا واحدا يمكنه زيادة فرق الجهد بين قطبي عمود كهربي في دائرة مغلقة. الدائرة المغلقة احنا عارفين فرق الجهد بين قطبي المغلقة بيساوي في باتري، يعني فرق الجهد بين طرفي البطارية منقوصا من التيار الكلي للدائرة في المقاومة الداخلية. يبقى لكي نعمل على لزيادة فرق الجهد يجب أن نقلل من الآي أو من الآر سمول. طب كيف نقلل من الآي؟ بزيادة المقاومة المتغيرة، فبالتالي يقل التيار، إذا يقل الآي، يقل التيار الكلي للدائرة، وإذا قل التيار الكلي للدائرة يصبح فرق الجهد أكبر. السؤال اللي بعده، علل. يكون صفر تدريج الفينوميتر ذو الملف المتحرك عند المنتصف، لأن من أهمية، طبعا احنا عارفين ده مغناطيس قطب شمالي قطب جنوبي، وهنا الملف الإطار اللي يثبت عليه الملف بهذا الشكل، مدخل مخرج التيار، وهنا ملفين زنبرقيين. المؤشر صفر التدريج في المنتصف دي، لأن من أهمية الجلفانوميتر تعيين اتجاه التيار المستمر، ف بيكون تدريج في الجهة اليمين وتدريج في الجهة اليسار كده. إذن الإجابة لماذا يكون صفر التدريج في المنتصف، هنا صفر التدريج لأنه من استخدامات الجلفانومتر معرفة اتجاه التيار المستمر الضعيف جدا. السؤال اللي بعده، علل. تتولد تيارات دوامية في قطعة معدنية موضوعة داخل ملف حلزوني متصل بتيار متردد. طبعا لأن التيار متردد، تردد التيار يعمل على تغير الفيض. التيار المتردد يكون الفيض المغناطيسي أيضا متغير، فتتولد قوة دفع كهربية عن طريق ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. ولكن لو استخدمنا تيار مستمر لا تتولد، لأن التيار المتردد ينتج عنه فيض متغير أيضا ويسبب توليد قوة دفع مستحثة. تعال نقارن بين الطيف الخطي والطيف المستمر. الطيف الخطي اللي هو بنسميه هنا طيف وحيد اللون، زي نظام الليزر كده، يحمر بس، يخضر بس، يزرع بس، فلذلك نقول عليه يتضمن عدد محدود من الأطوال الموجية، يشمل عدد محدود من الأطوال الموجية. ممكن نسميه نقاء طيفي. أما الطيف المستمر ده بيشمل عدد كبير من الأطوال الموجية، زي مثلا الضوء العادي، في أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي، فنسمي الضوء طيف مستمر. بينما الليزر ممكن نسميه طيف خطي. الطيف الخطي ممكن نعتبره طيف مميز، لأن لكل عنصر طيف يميزه. أما الطيف المستمر، الطيف ده طبعا غير مميز. نيجي على السؤال اللي بعده، بلورة من السيليكون مطعمة بذرات بتركيز 10^13 لكل سنتيمتر مكعب. احسب تركيز الالكترونات الحرة في البلورة النقية اللي هي السيليكون النقي. اذا علمت ان تركيز الالكترونات الحرة في البلورة المطعمة
عشرة أس 11. طبعا هنا البلورة مطعمة بالألمونيوم، دي هتبقى بلورة من النوع ايه؟ الموجب، لأن الألمونيوم ثلاثية التكافؤ، وهنا بنسمي دول بالذرات المستقبلة، دي هنسمي ديت إن أكسبتور. إن أكسبتور يعني عدد الذرات المستقبلة، لأن دول ذرات الألمونيوم اللي هنطعم به ذرة ايه؟ السيليكون أشباه الموصلات. فلو قلنا هنا نقدر نقول إن 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 عدد الإلكترونات هتساوي إن أي تربيع اللي هو بنسميه مربع الرقم الثابت ده، مربع تركيز الفجوات أو الإلكترونات مقسوما على عدد الذرات المستقبلة اللي هي إن إيه اللي هي ذرات الألمونيوم، يساوي يبقى بتساوي هنا عدد الذرات اللي هو التركيز ده بيبقى 10 أس 11 تربيع اللي هو بنسميه الرقم الثابت اللي هو مربع تركيز الفجوات أو الإلكترونات، وعدد الذرات المستقبلة أكسبتور إن أكسبتور 10 أس 13 يساوي عندنا دي ضرب الأسس جماعي، يبقى نسمي دي 10 أس 22 وديت 10 أس 13 نقسم، إذن هتساوي 10 أس 9 لكل سنتيمتر مكعب أو سالب 3. السؤال اللي بعده، قربت ملف لفات ملف لولبي إلى بعضها بانتظام حتى قل طول الملف إلى النصف مع ثبوت مساحة مقطعه، ما تأثير على معامل حس؟ طبعا احنا عارفين معامل حس ايه اللي بتساوي النفاذية في مربع عدد اللفات في مساحة الوجه على ال. اذا العلاقة هنا اللي حصل بس ايه؟ قل طول الملف للنص، يبقى نشوف العلاقة بين ال كابيتال وال سمول. فلو جينا نقول ال كابيتال 1 على ال كابيتال هو عامل حس الذاتي، هتبقى هنا العلاقة عكسية، هنقول ال 2 على ال 1. طبعا الطول قل لايه؟ للنص، يعني نقدر نقول ال 2 او فحتى قل طول الملف للنص، يعني نقدر نقول ان ال ال 1 هيبقى قد ال 2 ال 2. يبقى نشيل ال1 دهيت ونحط مكانها 2L2 2L2 وال2 فوق، فال2 راحت مع ال2، اذا معامل حس يقل الايه؟ للنص. لو ضربنا الطرفين في الوسطين يبقى ال2 ال2 هتساوي 2 ال2 هتساوي 2L1، يبقى معامل حس يزيد لضعف ما كان عليه. المثال المسألة الجاية، يوضح الشكل البياني القوة الدفع المستحسة مع ملف دينامو. طبعا قوة الدفع جاب لنا هنا في الرسم البياني. السؤال بيقول ايه بقى؟ اوجد القيمة العظمى الدافعة الكهربائية المستحسة. فين قوة الدفع العظمى؟ هي دي القوة الدفع العظمى. طب ما دي اللحظية، دي اللحظية عند زاوية كام؟ 45. هنقول بما ان الكتروماتيف فورس اللحظي هتساوي الكتروماتيف فورس ماكس العظمى في ساين الزاوية اللي هي 45، ساين 45 اللي انا اعتبرها 1 على جذر كام؟ 2. طبعا اللي معلوم دي 10 ودي مجهولة، الكتروماتيف فورس ماكس مجهول في 1 على جذر 2، ضرب طرفين في الوسطين او ضرب في جذر 2 نستنتج ان الكتروماتيف فورس العظمى هتساوي 10 جذر 2، يعني القيمة الدهية هتساوي 10 جذر 2. اجب
عن سؤال واحد فقط، اذكر وظيفة واحدة لكل من الأوميتر. طبعا احنا كنا عارفين الأوميتر قياس المقاومة، لو ذكرنا أوميتر يبقى قياس المقاومة مباشرة، قياس المقاومة الكهربية مباشرة. ايه معنى كلمة مباشرة؟ ان احنا بنوصل طرفي الجهاز بطرفي المقاومة لوحدة القراءة مباشرة. اذكر وظيفة واحدة لكل من مجزئ التيار في الأميتر. معروف ان مجزئ التيار الجلفانوميتر ماذا يحدث عند مرور تيار عالي الشدة؟ يتلف، لانه مصمم لقياس طاقة ضعيفة جدا. فنستخدم هنا مجزئ التيار هوت بهذا الشكل، هنسميه RS. احنا بنصغر من قيمة RS، يبقى لازم تكون صغيرة جدا عشان معظم التيار يمر فيه، وبالتالي يبقى حامينا الجلفانوميتر انه لا يتلف، وفي نفس الوقت قللنا المقاومة حتى لا يؤثر من طيار الدائرة. يبقى أهمية المجزئ ممكن تقول حماية الجلفانومتر من التلف. طب ليه بنحمي الجلفانومتر من التلف؟ لأن معظم التيار لو فرضنا ده اي 10 امبير، هيجي هنا مثلا 1 من 10، يبقى هنا 9.9 امبير. يبقى خلينا معظم التيار، وذلك حماية الجلفانومتر دي لكي يمر معظم التيار بالمجزئ، طبعا لان مقاومته صغيرة جدا، في اهمية اخرى ان كل ما يكون صغير جدا او على التوازي يقلل من قيمة المقاومة ولا يؤثر على تيار الدائرة. تعال نشوف الاختيار ده، احنا عايزين كمية الحركة من طاقة اي. الطاقة ايه؟ احنا في كمية الحركة عبارة عن كتلة. الاول اينشتاين بتقول ايه؟ ايه بتساوي ام سي تربيع. معادلة اينشتاين ان الفوتون، معروف دايما ان الفوتون ليس له كتلة سكونية، طول ما هو متحرك الفوتون له كتلة، طول ما يتحرك الفوتون له كتلة، ولكن اذا توقف تحول لطاقة حسب معادلة مين؟ اينشتاين. طب ما كنا عارفين كمية الحركة عبارة عن ايه؟ كمية الحركة عبارة عن MFC يعني الكتلة في السرعة. طب ازاي اخلص من دي؟ اقسم بقسمة الطرفين على سي. طب ليه الهدف؟ عشان نشيل دي معادي، وفي نفس الوقت يبقى حصلنا على كمية الحركة MFC. يبقى الاجابة الصح ايه على سي؟ طبعا هي الاجابة الصح ايه على سي. لو احنا جينا بعد كده على السؤال، اذكر نص فاراداي. طبعا نص فاراداي بيقول ايه؟ ان القوة الدفع المستحسة تتناسب طرديا مع عدد اللفات وتغير الفيض بالنسبة للزمن. تاني، القوة الدفع المستحسة، قوة الدفع المستحسة تتناسب طرديا مع عدد اللفات وتغير الفيض بالنسبة للزمن. بنشيل التناسب ونحط ثابت، الثابت هو سالب. سالب ليه؟ حسب قانون لينز اللي بيقول اتجاه التيار يعاكس السبب الذي احدثه. يبقى نترجم الكلام ده لقانون، نقدر نقول القوة الدافعة المستحسة، اذن القوة الدافعة المستحسة تتناسب طرديا مع عدد اللفات اللي هو N ومعدل تغير الفيض بالنسبة للزمن. هنشوف السؤال اللي بعده بالشكل كده. يمثل الشكل الأشعة السينية المبعثة من أنبوبة كوليدج، اي الاطوال الموجية اللي هي ام او 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 ان او بي، بتعتبر بينبعث من مادة الهدف نتيجة انتقال الكترون من مستوى طاقة اعلى الى اقل. يعني متى ينتقل مستوى طاقة اعلى الى اقل؟ طبعا اذا كان طيف خطي، فطبعا
اطول طيف خطي اللي هو هيكون او طيف خطي. هنا ده طيف مستمر، ده طيف خطي وده طيف خطي، فنقدر نقول ان الاو هي هينتج لنا طيف خطي للأشعة السينية، لأنه يعتمد على مادة الهدف. السؤال اللي بعده، ما الدور الذي يقوم به المستوى الشبه المستقر بذرة النيون؟ طبعا للوصول إلى حالة الانعكاس، حالة الإسكان معكوس، يبقى الهدف هو للوصول إلى حالة الإسكان المعكوس. اللي بينص على إيه؟ بينص إن بيكون في عدد الذرات في مستويات الإثارة أكثر من المستقر. لما نشوف السؤال ده اختر الإجابة الصحيحة. طبعا بيسقط ملف، لحظة سقوط الملف بيتكون تيار مستحث عكسي، اللي هو لما نيجي ناخد التحس المتبادل، فإذا كان ده شمالي يبقى هنا وجه الملف شمالي، يبقى نقدر نلغي ده ونلغي ده، يبقى نوع القطب القانوني ده ايه؟ شمالي، لأن لحظة سقوط القطب الشمالي تكون القطب الشمالي، يبقى عندنا احتمال يا الشمالي ده يا الشمالي ده. طيب تعال نقول بقى هنا نطبق قاعدة اليد اليمنى. لو فرضنا ده شمالي وإذا ده هيكون اتجاه التيار كده، ده هيكون اتجاه التيار بهذا الشكل، اتجاه التيار بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، يبقى اتجاه التيار من 2 إلى 1، يبقى الإجابة الصح من 2 إلى 1، من 2 إلى 1 شمالي، يبقى الإجابة الصح اللي هي دهيت اللي هو رقم ايه؟ جي. طيب محول كهربي خافض كفاءته، اول ما نسمع الكفاءة هنقول طبعا نكتب المعطيات، النسبة بين عدد لفاته. هلا في هنا مشكلة، 4 إلى 1 لأقل سنة ولا ابتدائي، دايما عدد لفات السنة واقل، يبقى هنسمي دهية ان اس وده هي ان بي، يعني ده عدد لفات الثانوي وده عدد لفات الابتدائي. تاني، هو كان يجب يقول عدد لفات الثانوي والابتدائي، ولكن جابها على اساس جاب لك المفتاح الحل عندك محول خافض. المحول الخافض عدد لفات الثانوي اقل، جهد الثانوي اقل، تيار الثانوي اكبر، فهو جاب لك عدد لفات، يبقى عدد لفات الثانوي اقل، يبقى ده ان اس وده ان بي. والصله بمصدر، المصدر بنسميه في بي اللي هو الملف الابتدائي، الجهد الابتدائي. طيب احنا عندنا اول ما نسمع الكفاءه هنقول بما ان الكفاءه في الحاله ديت كفاءه المحول بتساوي، في الحاله ديت هنقول بقى ايه؟ في للثانوي يبقى ان للابتدائي، هتساوي في للابتدائي على ان للثانوي. عندنا الكفاءه 75%، يعني 75/100 هتساوي الفي اس المطلوب، احسب قوة الدفع من الدفع الثانوي، يبقى الفي اس مجهولة، الفي اس مجهولة، انا احسب القوة الدفع في الثانوي. طيب الان بي، الان بي موجودة فوق اهي، الان بي باربعة، هنا باربعة، الان اس، الان اس بواحد، الفي بي ب120، طرفين في وسطين، حصدر في وسطين. تعال نشوف كده، لما نحب نجيب ال في اس في طرف هتساوي كل اللي مع المجهول تحت، مين اللي مع المجهول هنا؟ الأربعة تعتبر مع المجهول، معامل المية لأن حصدر بطرفين يساوي وسطين، يبقى المية تضرب في الأربعة برضه في 100، البسط هيبقى 120/75. اللي 75/120 هيطلع ال في اس هتساوي 22.5 فولت. طب نتأكد انه صح ازاي؟ المحول الخافض هيكون جهد الثانوي اقل، يبقى فعلا مظبوط، كان جهد الابتدائي 120، جهد الابتدائي 120، يبقى جهد الثانوي 22.5، يبقى الاجابة كده مظبوط.
المطلوب التاني، ملف مستطيل مكون من متلف ده ان، والمساحة ايه جاية جاهزة متحولة بالمتر، والتردد اف، والتردد اف، وكثافة الفيض بي، متوسط خلال ربع دورة. معروف خلال ربع دورة الكتروماتيك فورس المتوسطة نص دورة زي ربع دورة بتساوي ناب على طول ناب 4F، بنعوض يساوي ال N، هنعوض عن قيمتها ال N اللي هي عدد اللفات اللي هي 100، والمساحة اللي هي 6 من 100، والبي اللي هي 1 من 10، والتردد والأربعة في التردد اللي هو كام 50 هرتز. يطلع الناتج في الآخر بهذا الشكل، إن القوة الدفع الكهربية هتساوي 120 فولت، 120 فولت بداية الحسبة. طيب السؤال اللي بعده، قارن بين أشعة الليزر والإكس راي من حيث الترابط. بالمنطق الليزر مترابط دايما، مترابطة دي غير مترابطة. احنا عارفين الليزر يصير في حزم ضيقة لمسافات بعيدة، بينما أشعة الإكس بتبقى عالية التردد، طولها الموج صغير، قدرتها على النفاذية عالية، نقدر نقول قدرتها على الحيوط تستخدم في معرفة التركيب باللوح. بنيجي بعد كده على السؤال، اختر الإجابة الصحيحة. إذا احترق المصباح إكس، طبعا إذا احترق إكس التيار الإصلاحي هو هيجي هنا تفرغ، هيلاقي ده مفتوح، إذا لا يمر الطرف هذا الجزء، يبقى اللي هينور بس مين؟ إكس 3 وإكس 4 تاني، لأن من عيوب التوصيل التوالي إذا احترق جهاز ينطفي باقي الأجهزة، فدي تعتبر توالي معادي. إذا احترق إكس واي تصبح الدائرة دي مفتوحة، يبقى اللي هتبقى دائرتها مغلقة فقط 3 و4. نختار 3 و4، فين 3 و4؟ يبقى الإجابة الصحيحة 3 و4. أذكر استخدام واحد لدائرة الرنين. معروف دائرة الرنين في جميع أجهزة الاستقبال حيث تسمح بمرور، يبقى تستخدم في دائرة الاستقبال زي مثلا دائرة الرسيفر، التلفزيون، الحاجات دي كلها استقبال. ليه؟ لأنها تسمح بمرور الترددات المساوية لها، الترددات المساوية لها أو القنوات المطلوبة، لأن بيحدث رنين إذا تساوى دائرة التردد في هذه الدائرة مع التردد الموجود في الهواء الجوي. الأميتر الحراري بيستخدم في قياس، ممكن قياس القيمة الفعالة للتيار المتردد، القيمة الفعالة للتيار المتردد، وقياس التيار المستمر. هتقول لي لأن كل منهما له تأثير حراري، وفكرة عملها تأثير حراري. ما القاعدة المستخدمة في تحديد اتجاه المستحس لسلك مستقيم؟ طبعا قاعدة فليمنج لليد اليمنى، قاعدة فليمنج لليد اليمنى لتحديد اتجاه التيار. أما لتحديد القوة قاعدة فليمنج لليد اليسرى، قاعدة فليمنج لليد اليسرى. يبقى فليمنج اليسرى تحديد اتجاه القوة، فليمنج لليد اليمنى اتجاه التيار المستحس. لما نيجي نشوف الرسمة ديت، أجب عن سؤال واحد في الشكل. احنا السؤال بيقول ايه؟ في الشكل 3 أسلاك أيهما لا يتأثر بقوة مغناطيسية؟ طبعا لما نيجي نبص هنا، طبعا ده لا يتأثر. ليه؟ لأن هنا التيار 2 أمبير، هنا 2 دي، هنا التيار أمبير، هنا دي، يبقى دي بتساوي تأثير الزد على الواي هو نفس التأثير، متساوي في المقدار ومتعكس في الاتجاه، إن الاتنين هنا هتروح مع الاتنين اللي هنا، يبقى كأن نفس التأثير. يبقى الإجابة الصح بي. لما نيجي نقول سؤال اختر الإجابة الصحيحة،
بيقول لك في الشكلين السلك ام والسلك ان، وعند ازاحة السلك ان نحو دي 3 سم، لو ازحنا دي 3 سم يبقى اصبحت المسافة الجديدة دي 7 سم. طب ما احنا المجال بينهما طرح، يبقى البي توتال بيساوي البي ام ناقص البي ان. اذا قربنا ديت يبقى دي زادت، قيمة دي زادت. طب لما القيمة اللي بتطرحها بتزيد يبقى الفرق ايه؟ بيقل، يبقى الاجابة الصح يقل.